صدقني والله وربي شاهد علي انه الشيء الوحيد اللي تخيلته، تخيلت 38 مليون عراقي انه لو دخلت الكره المرمى شلون راح يفرحون، هذا الشيء الوحيد اللي تخيلته. فلذلك انه رب العالمين وفقني ليس فقط في سبيل انه اني علي عدنان، وانما وفقني في سبيل انه هاي الناس اللي منتظره خلف الشاشات تنتظر الكره الثابته الاخيره. الحمد